في الجزء الثالث من جولة علي زين مع في الجول داخل فوجينكس، كان لازم ناخده لجهاز الساكر بوت، تقنية حديثة بتساعد اللاعب على اتخاذ القرارات السليمة والصحيحة في وقت قصير، وده من خلال تحديات ثلاثية الأبعاد. ورغم انه كان اول مرة يخضع للاختبارات دي، لكن علي زين تخطاها بسرعة بديهة اذهلت كل الموجودين في المكان. ده الموضوع طلع مش سهل خالص. ايه ده، مين عامل 400؟ مين ده؟ أخيراً انتهت حاجة. كان يوم جميل النهاردة، وبسطت جداً مع في الجول وفوجينكس، بصراحة ممتعة جداً، فيها أكتر من استفادة عامة، بتفيد كل الرياضيين، مش لازم الفوتبول بس، ممكن تفيد ألعاب كتيرة، فكنت مبسوط النهاردة وإن شاء الله هكررها تاني يعني.